طبعا انا بعتذر اشد الاعتذار لانه تاخرت بشرح تحديات الاسبوع الاول، ولكن والله كنت عم نزل فيديوهات تانية اللي هي الاهم بالنسبه للتحديات، اللي هي شرح اسلوب اللعب وما شرح اسلوب اللعب والتسريبات اللي هي كامله عن هذا السيزون قبل ما تشتغل السيرفرات لحتى الناس تكون ريدي. طبعا المقطع بتلاقوه قبل هذا المقطع وبتشوفوه لو انتم شوفوا عاجبكم، في كتير تسريبات بالنسبه للسيزون 4. مبدئيا بهذا المقطع ان شاء الله رح اشرح لكم تحديات الاسبوع الاول كاملين بالنسبه لتحديات سيزون 4 شابتر 2. هلا والله بسكار الطابه الارضيه وفيديو جديد. شكرا لكم يا شباب على الدعم الخرافي اللي عم يجي على الفيديوهات. حلمنا نوصل 20,000 اخ صديق بالقناه عندي قبل نهايه السنه، لسه شغاله، يا ريت يعني نوصل 20,000 قبل نهايه السنه. وبتشكركم على الدعم الخرافي. كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 سهل جدا لو حابب تستخدمه لو عجبك المحتوى. مبدئيا يا شباب بالنسبه للتحديات، تحديات يا شباب كلها عليها 25,000 اكس بي ما عدا تحدي واحد عليه 50,000 اكس بي. حاليا التحديات غير هذاك السيزون، يعني هلا حاليا معنا 8 تحديات، وانا اللي شفته ما في ولا تحدي بيطلب منك انت واصدقائك مع بعض، يعني ما لقيت اي واحد بيطلب انت واصدقائك مع بعض، كلياته لحالك انك انت لازم تساوي مع حالك. السيزون الماضي كان في عندنا انواع تحديات اللي انت بتساويها انت واصدقائك مع بعض، انه انتوا ثلاثة او انتوا اربعة بتدمجوا 100,000 دمج او 50,000 دمج او 10,000 دمج، وانتوا الكل مع بعض بنحسب لكم الدمج، يعني لو شخص واحد دمج بالسكواد بنحسب للكل. حاليا ما في هيك اي تحديات، مثل ما حكينا التحديات كلها عليها 25,000 اكس بي، معنا تحدي واحد عليه 50,000 اكس بي، رح اقول لك عليه طبعا انه هذا اللي عليه 50,000 اكس بي. مبدئيا هنا 8 تحديات، خلينا نبلش بالشرح. اول تحدي مطلوب منك انك انت تفتح شيست بمنطقه ديرتي دوكس. منطقه ديرتي دوكس اللي ظاهره امامك على الخريطه ومعلم عليها، كل عليك انك انت تروح تفتح 7 شيست وهيك انت تكون خلصت هذا التحدي. والتحدي الثاني يا شباب مطلوب منك تقتل 3 اشخاص بمنطقه هولي، كل عليك انك انت تروح لهنيك تقتل 3 اشخاص تفنشهم على الاخير وهيك انت تخلص هذا التحدي. والتحدي الثالث يا شباب مطلوب منك انك انت تجمع الحلقات بمنطقة ميستي ميلز اللي ظاهر امامكم، هي ميستي، كل عليك انك انت تروح لهنيك تجمع الحلقات. الحلقات انا عم بحكي عرضتلكن اياهم، هن تقريبا 4 حلقات، وطبعا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك جميع اماكن الحلقات لحتى انت تقدر تجمعهم. الوضع بسيط جدا وسهل. التحدي الرابع يا شباب المطلوب منك انك انت تقتل 5 ستارك روبوت. شو هدول ستارك روبوت يا شباب؟ هدول ستارك روبوت بيجوا بالمناطق اللي هي الجديدة، اللي هي اول ما تفوت انت بالخريطة بيطلع طيارات. هدول الطيارات بيروحوا بينزلوا باماكن متفرقة بالماب، لما ينزلوا باماكن متفرقة بينزلوا بيكون معهم شوية لوت وبيكون معهم حراس اسمهم ستارك روبوت. هدول الروبوتات يا شباب كل عليك انك انت تروح لهنيك تقتل 5 منهم وهيك انت تكون خلصت التحدي باي مكان كان، يعني باي طيارة بتجي بتروح عليها مثلا بتلاقي هنيك اللوت وبتلاقي هنيك طبعا هدول البوتات الجداد اللي هن باسم ستارك روبوت، بتروح لهنيك بتقتل 5 وانت بتخلص التحدي بكل سهولة. والتحدي الخامس يا شباب كل عليك انك انت تعبي سيارة بنزين بمنطقة ليزي ليك. منطقة ليزي ليك ظاهرة امامك وفيها سيارات كتير، اي سيارة بتاخدها بتروح فيها على البنزين بتعبيها بنزين وهيك انت بتخلص هذا التحدي. التحدي بسيط جدا وسهل، يعني مو مستاهل شرح زيادة غير انك انت تروح على ليزي تاخد سيارة تعبيها بنزين وهيك انت بتخلص وضعك بالتمام. والتحدي السادس يا شباب المطلوب منك انك انت تروح تاخذ الانرجي رايفل. الانرجي رايفل الظاهر امامك هذا بتلاقوه بالمنطقه اللي هي الخاصه بمناطق الهبوط اللي هي نفسها اللي حكيتها انا بتبع النقطه الستارك روبوت، بتروح لهنيك بتقتل الروبوت نفسه على مناطق الهبوط اللي هي الطيارات اللي بتبلش معك ببدايه الباص، او بتقتل الهانش من اللي هنيك اللي اسمه ستارك، بتروح بتاخذ السلاح تبعه الانرجي رايفل الظاهر امامكم وبتدمج فيه 1000 دمج. الوضع كتير بسيط، بدك تنزل لهنيك. هلا هذا التحدي كيف بتساوي؟ روح انزل لهنيك اقتل البوتات، اقتل 5 بوتات وبعد منه خذ الرايفل تبعه وروح دمج الاعداء الحقيقيين 1000 دمج وهيك انت بتخلص تحديين مع بعض لو انت حابب تعمل تحديات مع بعض هيك واسرع مشان الوقت.
اما بالنسبه للتحدي ما قبل الاخير، التحدي ما قبل الاخير بيطلب منك انك انت تروح تقتل دكتور دوم. دكتور دوم يا شباب هو بمنطقه بليزنت سابقا، ولكن هلا ما ادري شو صار اسم المنطقه هلا ما حفظته انا الصراحه. منطقه بليزنت اللي محدده امامكم، كل اللي عليك انك انت تروح لهنيك، بتلاقي قصر كبير هيك مثل تقريبا بتحسه بعد دراكولا، ما بتحسه تبع دكتور دوم. بتروح لهنيك عند هذا القصر بتلاقي جواته دكتور دوم، بتروح بتدمج هذا دكتور دوم وبتقتله. على الاخر لازم تقتله 3 مرات، يعني انك انت مجرد ما تقتل دكتور دوم 3 مرات بمنطقه بليزنت هيك انت بتخلص هذا التحدي. دكتور دوم يا شباب ما بيعرف شو هذا، مثله مثل الهانشمان القديم او مثل البوس القديم، مثله مثل مايدس جولز مثل كيتي، نفس هدول. هو بوس هنيك وبتلاقي هانشمان هنيك، الوضع يعني هو هو نفسه، ما في اي اختلاف بالنسبه للقديم. بدك تروح تقتل 3 مرات منطقه بليزنت سابقا وبتخلص هذا التحدي. والتحدي الاخير يا شباب كل عليك انك انت تعمل دمج بمنطقه كريجي اللي ظاهره امامك. بتروح على منطقه كريجي بتعمل 500 دمج للاعداء وهيك انت بتخلص هذا التحدي. التحدي اللي عليك انك انت تروح على منطقه كريجي كليفز اللي ظاهره امامك، تروح تاخذ اي سلاح تدمج 500 دمج وهيك انت بتكون خلصت هذا التحدي. هدول التحديات يا شباب، 8 تحديات سهلين جدا، الايزي وضع يعني كله تمام. لو محتاج اي شيء كمان تعليقات مهمه برد عليها، اكتب لي تحت بالتعليقات. كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، وان شاء الله راح اعمل انا جيف اوي على البطل، بس ولكن مو هذا الاسبوع حاليا، الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا لكم يا شباب، لو كملت المقطع الاخر وبرعايه الله.